هل يصح للجنبي أن يصلي بتيمم صلاة الفجر خوفا من استعمال الماء الذي غالبا ما يضر ذلك الرجل السائل، ثم إذا كان الوقت شتاء بالذات أم لا بد من الاغتسال ثم الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الماء باردا جدا ويحاف على نفسه منه وليس عنده ما يسخنه به، ليس عنده ما يسخنه به من وسائل تسخين الحطب أو الغاز أو الكهرباء أو شيء من المسخنات، والخطر شديد ويخشى على نفسه، فلا بأس أن يتيمم عن الجنابة ويصلي. لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان قائدا لبعض السرايا وأصابه احتلال وكان الماء واردا جدا، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك أقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان الإنسان في البلد ولكنه مريض ويخشى إذا اغتسل بالماء أن يزيد به المرض أو نصحه الطبيب في ترك الاغتسال بالماء، فإنه يتيمم ويصلي. قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المريض إذا خاف على نفسه باستعمال الماء مرضا أو ازدياد المرض الذي فيه أو نصحه الطبيب بتجنب الماء فإنه يتيمم ويصلي. والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.